بيان الحكومة الصحراوية وصف موقف باريس بالعدائي تجاه الشعب الصحراوي وكذلك تجاه حقه في تقرير المصير. هل يمكن وضع هذا القرار في خانة التشويش على المساعي الأممية التي تتجه نحو إنهاء استعمار الصحراء الغربية؟ شكرا جزيلا على هذه الفرصة لتناول هذا المستجد والقضية الصحراوية في ظل الحصار والتعتيم على القضية. موقف فرنسا هو ليس موقف بالجديد، فالثابت هو الموضوع الاستعماري الهيمني واستغلال مقدرات وثروات الشعوب بالرغم من تأسيس الواجهة السياسية والإيديولوجية. تاريخيا فرنسا شريك ومتورطة في الاحتلال العسكري المغربي للصحراء الغربية وساهمت في توفير شروط إدانته عبر مشاركتها في العمليات العسكرية من خلال الطيران العسكري ضد الشعب الصحراوي وغير ذلك من أشكال الدعم. إضافة إلى هذا ففرنسا بعضويتها الدائمة في مجلس الأمن لطالما أعاقت تمتيع الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير وخرقت كذلك مجموعة من الالتزامات على مستوى الاتحاد الأوروبي بدعم هذه الاتفاقيات غير الشرعية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل الصحراء الغربية، وأعاقت كذلك تشكيل لجان تقصي الحقائق بخصوص وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وكذلك تشكيل آلية دولية لمراقبة حقوق الإنسان. وبالتالي فرنسا شكلت الغطاء لشرعنة جرائم الإبادة وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ضد المدنيين الصحراويين بالجزء المحتل.